بسم الله الرحمن الرحيم. شرفت اليوم حضور معالي الوزير أبو محمد لزيارة بغداد جمهورية العراق والمشاركة بالاحتفالية الكبيرة لتوقيع مشروع 1 جيجاوات من قبل شركة مصدر الإماراتية. هذا المشروع الحقيقة انطلق النقاش به قبل فترة وجيزة جدا، لم تتجاوز 6 أشهر. كان لمعالي الوزير ولشركة مصدر دور كبير في تسهيل الإجراءات، تبسيط الإجراءات، وكذلك دور لوزارة الكهرباء وهيئة الاستثمار، دور كبير في إتمام النقاشات الفنية والتجارية. ووصلنا إلى هذا اليوم اللي هو يعتبر أحد الأيام المهمة في صناعة الطاقة في العراق. العراق بلد كبير وقد التزم ب مجموعة برامج تؤدي إلى التحول في ملف الطاقة نحو الطاقة النظيفة وزيادة فرص الاستدامة والاستقرار والتنمية في البلاد والذهاب باتجاه تحسين الواقع البيئي وفتح فرص العمل والاستثمار للشركات المحلية والدولية. احتفالية اليوم هي تأتي نتاج وثمار لجهود مباركة وعظيمة من الأشقاء في الإمارات ومن شركة مصدر، وهي بادئة لمجموعة مشاريع إن شاء الله ستكون سريعة وذات قيمة عالية. نحن نطمح أن تكون 1000 ميجاوات الثانية قريبة النقاش. 1000 الجيجاوات الأولى هذه ما تلبي الآمال اللي عندنا، نطمح بجيجاوات ثانية تكون خلال الأشهر القليلة المقبلة، ونطمح أن تكون هذه الاستثمارات هي قاعدة أساس لمصدر ولدولة الإمارات لفتح آفاق وبرامج أخرى استثمارية. الأشقاء في الإمارات مرحب بهم في هذا اليوم، وناقشنا بحضور دولة رئيس الوزراء آفاق الاستثمار في مسألة الربط السككي وتطوير الموانئ ومناقشة بعض التشريعات. أحب مرة أخرى أكرر ترحيبي بمعالي الوزير وشكري وثنائي للجهود اللي بذلتوها في هذا اليوم. تتفضل بالكلام. شكراً معالي الأخ إحسان، تشرفنا اليوم بالحضور إلى بلدنا الثاني جمهورية العراق والتواجد بين أخواننا وبين أهلنا، وكان لنا شرف حضور دولة الرئيس رئيس الوزراء لحفل التوقيع، ونبارك للطرفين الحكومة العراقية وكذلك لشركة مصدر. نحن في دولة الإمارات عندنا حب للعراق، وفي دولة الإمارات العراق والعراقيين لهم فضل علينا، علمونا وكانوا من يعني في المراحل بناء الدولة كان للعراق وللمواطن العراقي تواجد وبعلمه وبحضارة العراق. فنحن اليوم استثمارنا هو استثمار طويل الأمد، ووعدنا لكم معالي الوزير هو أن هذه تكون بداية الاستثمار. شركة مصدر تعمل في 30 دولة والله الحمد، والعراق هي راح تكون الدولة 31، وإن شاء الله نحن ما نقول 1 جيجا أو 2 جيجا. اليوم يمكن نحن أكبر محفظة عندنا في دولة معينة يمكن 3.5 جيجا. نحن نطمح أن العراق تكون أكبر محفظة إن شاء الله، ولدينا الاستعداد إن شاء الله والالتزام لأن نقدم كل ما لدينا من خبرات ومن قدرة استثمارية ونسخرها لخدمة المواطن العراقي وخدمتكم في حكومة العراق. أمانةً لا يخفى على أحد ما قامت به هذه الحكومة المباركة من جلب المستثمرين ومن تحفيز ووضع الأنظمة اللي تحفز الاستثمارات وتجلب الاستثمارات وتعزز من قطاع البنية التحتية خصوصاً في مجال الطاقة في جمهورية العراق. الحاجة كبيرة، واستعدادنا نحن في دولة الإمارات كبير لتلبية حاجتكم من الطاقة المتجددة. اليوم العالم يسعى لتنويع مصادر الطاقة،
ويسعى لأن تكون الطاقة المتجددة أحد الركائز الأساسية في التوليد. فالحمد لله هذه خطوة مباركة معالي الوزير، ونحب نشكر الأخت سهى على جهودها وجهود فريق العمل في هيئة الاستثمار. أمانة لديكم كادر متميز، ويعني لمسنا فيه السرعة ولمسنا فيه المهنية العالية، ونحن على أتم الاستعداد مثل ما قلنا أن نكمل المشوار معكم، وهذه البداية فقط. وطموحنا للعراق ولاستدامة الموارد في العراق أكبر بكثير، وكل المشاريع اللي نقدر نحن نساهم فيها من دولة الإمارات رح ننظر لها، والعراق لها أولوية. مثل ما قلت لكم فضلكم أنتم علينا يا عراقيين كبير، ويعني واجب علينا أن نقدم كل ما في وسعنا نحو خدمة جمهورية العراق وخدمة المواطن العراقي. ونحن ملتزمين إن شاء الله معاكم بتكملة المشوار. ونبارك مجدداً للأخوة في وزارة الكهرباء، ونشكر مع الوزير وهيئة الاستثمار، ونشكر معاليكم على الجهود اللي بذلت، اللي لولا الدعم دولة الرئيس لم نصل في هذه الفترة الزمنية القصيرة إلى توقيع الاتفاقية. فألف مبروك. شكراً جزيلاً معالي محمد. شكرا معالي الوزير. ونحب اول شيء نرحب بالاخوه الضيوف من دوله الامارات بمعالي الوزير بشركه مصدر. يعني مثل ما ذكر معالي الوزير النفط اليوم يوم مهم جدا في قطاع الطاقه بالعراق. انا اعتبره يوم من اهم ايام النشاط الاستثماري بالعراق. اليوم احنا توجه الحكومه الحاليه بقياده دوله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالاعتماد على الطاقه النظيفه لتزويد المنظومه الكهربائيه، ووفق ذلك وقعنا مع شركه مصدر. المشروع هو 2000 ميجا وات. احنا راح نبتدي بالمرحلة الأولى اللي هي 1000 ميجا وات، 5 محطات في ميسان، في الناصرية، وفي الأنبار، محطتين بالأنبار وبالموصل. ومثل ما ذكرنا هي هاي إن شاء الله المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية راح تكون قريبة جدا. طبعا الحكومة الحالية والمجلس الوزاري للطاقة برئاسة معالي وزير النفط دكتور حسان عبد الجبار نسوي جهود جدا قوية، وقدرنا أنه احنا نوقع عدد من الاتفاقيات في مجال الطاقة الشمسية. وهي طبعا بدايات صحيحة ولكنها ليس النهاية، وإحنا نطمح إحنا نكون أكبر سوق لكم إن شاء الله في شركة مصدر. شركة مصدر مثل ما ذكر معالي الوزير هي شركة إماراتية النشأة لكنها عالمية الحضور. فإحنا اليوم يعني جدا سعيدين إنه شركة مصدر جتي، والميزة إنه هو إحنا هاي النشاطات تفوت بقطاع الاستثمار. يعني إنه إحنا كحكومة عراقية ما نضطر اليوم إحنا نمول المستثمرين مثل ما كنا بالسابق. المستثمرين دا يضخون أموال وأموال ضخمة. هاي يعني النشاط يبعث الأمل في قلبنا جميعا على أنه العراق دا يمشي على المسار الصحيح، واقتصاد العراق إن شاء الله على المسار الصحيح. طبعا يعني إذا بس نحكي على أهمية موضوعنا اليوم، شركة مصدر لها حضور ب30 دولة، وإحنا يعني نعرف أنه الطاقة الإجمالية مالتكم بالطاقة المتجددة 13,000. يعني راح أحكي عن 2000 ميجا وات. 2000 ميجا وات هاي راح تقريبا تمثل قريب 10% إن شاء الله يعني على المدى القصير من طاقة شركة مصدر، وأكثر من 20% من الطاقة الجديدة اللي إحنا نحتاجها. فإحنا بس بنسبة وتناسب راح نعرف إحنا شون وجود شركة مصدر مهم لتطوير قطاع الطاقة بالعراق. إحنا بالقيادة الحكومة الحالية دولة رئيس الوزراء تمكننا أنه نمضي خطوات ملموسة في قطاع الاستثمار، وتمكننا من جذب أسماء عالمية وأقليمية. ونشكر وجودكم ونرحب بكم. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا مرة ثانية، نرحب بكم بغداد بالعراق. وهي ختام هاي الاحتفالية بداية العمل وياكم في ملف الطاقة إن شاء الله. العراق مقرر 7.5 جيجا وات المفروض تتوقع العقود قبل 23. احنا حاليا طلعنا من هذا الريكورد 2.5 جيجا وات، واحد مع توتال تقريبا 500 مع سكاتك، وهذا الواحد جيجا وات ويا مصدر. نتمنى إن شاء الله أنه الجيجا وات الآخر يكون سريع جدا. العراق ينشد استقرار الطاقة الكهربائية، والبلد مقبلة على تحول كبير في ملف الطاقة، ونأمل أنه أخواننا الإماراتيين سيكون لهم جزء من
مساعدة العراق في النهوض بواقع الطاقة والانطلاق نحو علاقات أكثر. شكرا جزيلا لحضوركم.